السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أيمن شوي من قناة طرق لفعل الخير لتعليم الكمبيوتر. هنعرف ازاي هنركب هارد جديد في جهاز الكمبيوتر او ازاي نغير الكابلات بتاعته. المنفذ ده اسمه ساتا، كابل الساتا اللي معانا ده اسمه كابل ساتا، ده اسمه كده، وبيتركب في المنافذ الصفراء اللي انتوا شايفينها دي. التلات منافذ اللي ممكن تركبها في اي منفذ عادي، بس هتلاحظ ان هما اصلا كمان مترقبين، واحد هتلاقي جنبيه مكتوب ساتا واحد وساتا اتنين وساتا تلاتة، فانا مركبه في اول واحد ساتا واحد. هتلاحظ اللي هو مترقمين معاك المنافذ بتاعت الكابل الساتا، هتلاقي مكتوب ساتا واحد ساتا اتنين ساتا تلاتة، عشان لما تيجي تغير الكابل ده بتقول له انا عايز كابل ساتا. فهركب انا الكابل دوت عندي في المذر بورد ده، شكله عشان تبقى عارف شكله عامل ازاي وطريقة تركيبه. هتلاحظ ان بص، لو بصيت على كابل ساتا، بصيت على الكابل والمنفذ بتاعه، هتلاقي في حتة مايلة كده اللي هي موجودة في الكابل الساتا، عشان تعرف تركبها ازاي عشان ما تعكسهاش. كده كده لو عكستها مش هتركب معاك، فهتعدلها وتركبها معاك. دي موجودة في الهارد اهي، ده المدخل بتاعها في الهارد ديسك. يعني هو نفس الشكل، هتلاحظ الجزئية اللي على اليمين ده هتلاقيها صغيرة، هتلاقي المكان بتاع صغير. اللي جنبيه ده بقى كابل الباور. ليه بقى اسمه كده؟ عشان الكابل دوت بيبقى هو بيتباع لوحده طبعا، وبتركبه هو ده الجزئية دي بتاعت الباور سبلاي. هتلاحظ ان انت موصلها بالباور سبلاي، بتاخد باور، تاخد طاقة من الباور سبلاي عشان تشغل لك الهارد، وبعد كده بتقوم لك الهارد باور. والكابل كابل الباور بنركبه هنا في الجزئية دي، واللي جنبيه ده اللي متركب ده الساتا اللي هو بيقرا لك البيانات جوه على الجهاز. ده الباور عشان يشغل لك الهارد او مولك عشان يشتغل مع الجهاز. ده الهارد بتاع الكمبيوتر العادي، فهنركبه. لو جيت تعكسه مش هيركب معاك، فانت تبقى عارف تدخلها بالراحة كده، ولو جيت تعكسه مش هيركب معاك. بالطريقة دي انت ممكن تغير هارد ديسك تاني وتحط هارد ديسك من غير ما تودي الجهاز الكمبيوتر لواحد متخصص في الكمبيوتر. تقدر انت تغير الهارد ديسك بالطريقة دي، تحط الكابلات بتاعته في الهارد وتشيل الهارد اللي موجود في الجهاز وتحط واحد جديد، او ممكن تعرف اللي انت تعرف ازاي تغير الكابلات بتاعت الهارد ديسك لو فيها مشكلة، تقدر انت تغيرها بنفسك من غير ما توديها لواحد. تخلع الكابل وتبدله لو فيه مشكلة او اتقطع منك، وتجيب واحد مكانه، هو مش غالي. اتمنى تكون استفدتم من الموضوع النهارده، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتنا الجايه اول باول. ولو عندك اي استفسار اكتب لنا تعليق في اسفل الفيديو، او راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك طرق لفعل الخير لتعليم الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.